السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه الخاصه من استوديو اليرموك يقترب هذا العام من نهايته والاردن يمر بحاله من تفاقم للازمات على مختلف الاصعده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ازمه اقتصاديه انعكست على ارتفاع المديونيه وارتفاع لاعباء المعيشه يلمسها المواطن الاردني وحراك سياسي وشعبي رافض لاتفاقيه اعلان النوايا مع دوله العدو الصهيوني وجدل سياسي واسع حول تعديلات دستوريه مقترحه من الحكومه ترى فيها القوى السياسيه تقويضا للولايه العامه للحكومات وحديث عن حمله ممنهجه تستهدف هويه الاردن الثقافيه وغياب لافق سياسي واضح مشهد سياسي معقد نحاول أن نتلمس أوجهه في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة نحاول ان نفهم مآلات الامور والى اين تتجه البلاد وما هو دور المعارضه السياسيه الاردنيه واين هي عن هذا المشهد اهلا بكم مجددا واهلا بضيفنا المهندس مراد العضيله الامين العام لحزب جبهه العمل الاسلامي صحيح. ابو محمد يعني لو ابتدانا وقلنا بانه خلال الاسبوع الاخير لاحظنا تصريحات من رؤساء وزراء سابقين وربما أن حالة الانتقاد لم تعد مقتصرة على المعارضة اليوم إحنا بنتكلم عن عبد الرؤوف الروابدة عبد الكريم الكبريتي طاهر المصري ابتدأت كذلك ب سمير الرفاعي عدد من رؤساء الوزراء انتقدوا المشهد في البلاد هل هي صحوة أم متأخرة أم كيف تقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكرا للإخوة في قناة ليرموك على هذه الاستضافة و... يعني سعداء بلقاء الاخ حاتم واخواننا المشاهدين الحقيقه نعم هناك ازمه حقيقيه وهذه الازمه بتترك قاعد اثرها على على الشعب الاردني ويعني الشعب الاردني اليوم يضج يعني بالشكوى من الحاله التي وصل اليه اليوم البطاله 25% حسب الاحصاءات الرسميه ايضا الفقر يصل الى ربع السكان حوالي 24 او 25 كما ذكرت المديونية اليوم 113% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، هذه الأزمات اليوم المتراكمة اقتصادية وغياب أفق سياسي الحقيقة يعني لدى الناس يشعر الناس أيضا بالضيق ولذلك في فقدان أمل اليوم 50% من الشباب يعني بالبطالة و50% منهم يطالبون بالهجرة خارج البلاد أو يعني يرغبون بالهجرة خارج البلاد. هذه المؤشرات كلها مؤشرات يعني خطيره جدا جدا وتؤكد انه احنا يعني عندنا حاله من الاحتقان الداخلي غير مسبوق ويظهر هذا الحقيقه في كل مشكله صغيره بتتحول الى ازمه وتتدحرج دائما الى ازمات وبنشوف اليوم الشباب يعني يقدمون على الانتحار ويقدمون على التوسع في انتشار المخدرات والجريمه وال وغير ذلك اليوم لما بيكون مستوى الكلام ما عاد تجاوز المعارضة إلى المواطنين جميعا واليوم الحقيقة ما عادت المعارضة المعارضة التقليدية اليوم الحقيقة في مناطق ما يسمى نفوذ النظام السياسي ومناطق الولاء متقاعدين المخابرات متقاعدين الجيش متقاعدين الأمن العام هم اليوم الذين يصدحون بالصوت العالي حول أزمة البلاد وحول أزمة المشهد العام للبلد واليوم لما ينتقل الأمر إلى النخبة السياسية التي كانت جزء من القرار فهذا أيضا بأكد أنه اليوم إحنا أمام يعني انسداد أفق حقيقي أنه حتى هؤلاء لم يجدوا من يسمعهم ويسمع إلى رأيهم فما بالك بالمواطن العادي المسحوق الفقير إذا كان رئيس وزراء يعني بعضهم ما زال عامل وله دور في القرار وبعضهم يعني في النهاية كان جزء من القرار خلال العقود الثلاثة الماضية إذا هؤلاء الحقيقة لا يجدون من يسمع لهم ولا أقصد من يسمع لهم استماع صوتيا ولكن أقصد استماع بمعنى يستجيب للرؤى والأفكار لإجراء تعديلات على مسار ونهج الحكم في البلاد هذا الحقيقة المشهد هو الذي يجعل المشهد معقدا ويجعل الناس اليوم فعلا تعبر بغضب وتبدي قلقها على مشهد البلد، اذا كان دوله ابو غيث فيصل فايز اللي بيقول انا ما قلقان اليوم اكثر مما كنت قلقان في فتره الربيع العربي، ما الذي يدفع مثل ها مثل يعني ها هذا الرجل اللي هو من اقرب رجالات القصر الى صاحب القرار محمد. الى ان يقول انا قلقان اليوم اذا اذا قلقان معناته شو الحل؟ البعض ابو محمد يقرا هذه التصريحات تعرف يعني عبد الرؤوف الرابدة فيصل الفايز هؤلاء الرجالات رجالات الدوله ربما انهم محسوبين على الطرف المحافظ والبعض يقول بأن اصلا هذه التصريحات جاءت في اطار انتقادهم لقصه الاصلاحات يعني ربما ان بعضا منهم غرض عن قصه الاصلاحات الاخيره والحديث عن مخرجات لجنه التحديث بالضبط والحديث كذلك عن ذهاب قانون انتخاب وقانون احزاب لمجلس النواب، ربما نعود الى هذه النقطه ولكن دعني اسالك اذا كانت هذه الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه التي ذكرتها يعلم الجميع بانها بوابتها من خلال الاصلاح السياسي. كيف تفكر الدوله؟ اذا كنا نتحدث عن لجنه للاصلاح تحديث منظومه وتطوير السياسيه. والان في قوانين منظوره امام مجلس النواب لماذا لا نرى انعكاسات الحاله السياسيه الاصلاحيه على ارض الواقع الحقيقه او يعني اليوم الناس لما بترفع صوتها لانه الحقيقه شعري انه قد تنفجر هذه الازمه في اي لحظه في وجهنا مم. اليوم الناس اقول لك احنا كمعارضه اليوم نطالب اصلاح مشان استقرار البلد مم. مشان ما يصير فينا زي لبنان وزي العراق وغيرها يصير صف على طوابير الخبز وطوابير الدواء وطوابير الكاز والغاز هذه أزمة الحقيقة إذا ما حلت ستنفجر وإذا انفجر الوضع الاجتماعي إذا انفجر الوضع الاجتماعي لا يمكن أن يوقفوا شيء الجائع لا يوقفوا شيء وثورات الجياع لا تنتظر لا حكماء ولا نخب ولا تستمع لمعارضة سياسية ولا غير معارضة سياسية الجائع لا ينظر لمآلات الأمور ينظر انه في ازمه وفي مشكله ولا يتطلع من صاحب المشكله ومن صورها ومن خلفها ومن وما هو الحل وانما سيكون الخبط عشواء هذا الـ هذا الـ هذا الـ المآلات التي يخشى السياسيين وبما فيهم اللي اليوم كانوا في سده الحكم وكانوا اصحاب قرار انه المشهد في البلد بالمسار هذا بنهج الحكم الحالي لا يمكن ان يصل الى 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 مستقر والقضيه الثانيه لا مين قال انه يعني واحده من اسباب ايضا رفع الصوت انه حتى قصه تحديث المنظومه السياسيه اطلق عليها الرصاص وماتت انت اليوم ما تحديث المنظومه مخرجاتها يعني كان في عند بعض الناس امل 20% 30% انه تكون سبب في مخرج للازمات لكن الحقيقه ما اضافت الحكومه من التعديلات الدستوريه على يعني اضافته على ما جاء من مخرجات الحقيقه نسف مش نسف المخرجات نسف وجه النظام السياسي قال بوجه النظام السياسي في الأردن من نظام دستوري إلى نظام الحقيقة مطلق اليوم هناك حكومة فوق الحكومة اسمها مجلس مسجد السياسات وهذه الحقيقة ما بيقبلوا الأردنيين والحقيقة إذا قبلوا أصحاب القرار سيعني أننا ذاهبون إلى إلى مزيد من انسداد الأفق ومزيد من التفرد بالقرار واليوم الازمه لا يمكن حلها الا بمشاركه سياسيه، اليوم الحل حل هذه الازمه لا يمكن ان تتم الا بتغيير النخبه السياسيه، ولا يوجد مخرج لتغيير النخبه السياسيه الا انتخابات نزيهه وبقانون نزيه، وبحيث تجدد للدوله نخبتها سواء كانت النخبه المعارضه او النخبه المواليه، وفي 89 لما جرت انتخابات بعد ازمه الاقتصاديه التي جرت و ما يسمى بهبه نيسان في في حينها وكانت ازمه اقتصاديه كان المخرج سياسي الدوله في حينها جددت نخبتها السياسيه عبر انتخابات نزيهه في عام 89 في شهر 11 وشارك فيها 68% من المواطنين الاردنيين هذه الانتخابات لم تخرج فقط معارضه قويه في ذلك الوقت 36 نائب من 80 نائب كانوا معارضين اسلاميين وقوميين ويساريين وغيرهم ولكن ايضا انتجت ايضا رجال دوله من الطراز الاول بمعنى الدولة اكتشفت من من رجال الدولة يستحق أن يبقى في 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 سدة يعني الحكم والقرار سواء في الوزارة أو النيابة، ولذلك أغلب أعضاء مجلس النواب في ذلك الحين تحولوا فيما بعد رؤساء وزارات ووزراء واستفادت منهم الدولة. اليوم الدولة في حالة اختناق اليوم فقدان للثقة بمؤسسات الدولة بمعنى سواء التشريعية والتنفيذية التنفيذية أو الأمنية كل مؤسسات الدولة واليوم الحقيقة النقد وصل إلى رأس النظام وهذا القضية اللي, يشعر فيه الناس بالخوف أنه إن هم بدهم استقرار النظام السياسي تبعهم لما يصل النقد إلى رأس النظام هذا الحقيقة الكلام مزعج بالنسبة لمن يعرفون القرار طيب كيف نخفف هذه الأزمة كيف نجد, نجد حلا لهذه الأزمة اليوم فقدان الثقة بالمؤسسات والخطير الآخر وفقدان الأمل عند الشباب اليوم لو الناس لما تكون فاقدة الأمل بمسار الدولة سواء الاقتصادي أو السياسي إيش المخرج الآن؟ ولذلك عندما ينسد يعني ينسد الأفق أمام هؤلاء الشباب ويشعرون بفقدان الأمل يشعرون بفقدان الثقة بدولتهم الحقيقة هؤلاء ما بتعرفش تصرفه وما سلوكه ولا تقدر تستطيع أن تتنبأ بسلوكه واليوم الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي جعلت ما, ما يحتاج اليوم لقرارات من من جهات سياسية سواء حزبية أو غير حزبية أو أو حراكين ما بتعرف شاب ممكن يتحرك بموقف يستجيب له الشارع ويتحرك كل الشارع على أي خلفية أي أزمة صغيرة وبالتالي و... أنتم ترون ان المخرج من هذه الازمات جميعها هو بالاصلاح السياسي ولكن الان مع ال ال التعديلات ال التي اضافتها الحكومه الى التعديلات المقترحه من قبل اللجنه الملكيه لتحديث وتطوير المنظومه السياسيه يعني على حد وصفك اطلق عليها الرصاص، هل تعتقد ان الحكومه ماضيه بهذا المشروع؟ يعني الحقيقه اليوم انت جبت تعديلات وكان في تعديلات احنا سميناها معقوله في قانون الانتخاب تحديدا قانون الاحزاب و يعني مع انه لم تعرض تعديلات الدستوريه حتى التي في تحديث المنظومه السياسيه على اللجنه الموسعه وبمعنى ما لم تقرها بمعنى بشكل رسمي ولكن كان فيها اشياء لكن اليوم الحقيقه انت اطلقت رصاصة رصاصتين مش واحده، الرصاصه الاولى التعديلات التي اضافتها الحكومه والرصاصه الثانيه المناخ الذي صنعته الاجهزه الامنيه كيف؟ كيف يعني لما تقوم تعتقل بطلاب الجامعات طلاب جامعات خرجوا لاجل قضيه وطنيه متعلقه بما يسمى اتفاق النوايا الكهرباء مقابل الماء ويعتقلوا قبل وصولهم حتى الى مكان الاعتصام على بعد مئات الامتار وت... ايش 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 تتكلم عن تمكين شباب وايش تتكلم عن تمكين مراه وايش تتكلم عن يعني حياه حزبيه اي حياه حزبيه هذا الشاب اللي اعتقل الان بده يروح يقبل على يسجل بالاحزاب تعتقد ابو محمد أنه هذا بده يشكل منظومه بتعتقد احزاب جديده تعتقد انه هناك مراكز قوى تختلف داخل الدوله بالنظر الى انه دوله سمير الرفاعي نفسه كتب تغريده يعني ربما اشار من خلالها من طرف خفي يعني انتقد هذا السلوك وكذلك الحال انت بتشوف الان هذه التصريحات من رؤساء الـ الـ الوزراء سواء الكبريتي ولا طاهر المصري او الروابدي هل تعتقد ان هناك تيارات داخل الدوله تختلف في رؤيتها للقادم وما شكله؟ هناك امرين الحقيقه معاقات للاصلاح في البلد. المعيق الاول ان هناك طبقه اجتمع فيها الفساد والاستبداد وهذه الطبقه اليوم لا تريد اصلاحا باي شكل من الاشكال ولا نوع من الاصلاح ولا ترى مصلحه الدوله. لانها ترى لما نظره لمصلحتها وما وما من مكتسبات عبر عبر عقود والقضيه الثانيه التدخل الخارجي في تقديري ان ايضا التدخل الخارجي يمنع حاله اي اصلاح افق لاصلاح سياسي في البلد سواء من دول اقليميه او قوى دوليه ما هي مصلحه هذه الاطراف الاطراف المحليه اطرافها ان تبقى مكتسباتها موجوده لا تريد سواء سلطتها في 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 تنفيذ القرار وتدخلها بالاجهزه الامنيه والمدنيه، تدخلها بالوزارات، تدخلها بالنواب، تدخلها بالتشريع، تدخلها بالجمعيات، تدخلها بالنقابات، تدخلها بالحياه المدنيه، وايضا هي مستفيده ماليا وقاعده بتثري بغير وجه حق، بتشوف موظف لو جمعت رواتبه طيله سنوات خدمته ما ما بتصنع له غرفة في بيته وقصره الجديد اللي بناه أو سياراته باب بيته من وين أتى ولا من أرصدته ولا من موجوداته ولا من الشركات التي بناها خلال وجوده في وظيفة عامة من وين أتى هذا الحقيقة هذه الأطراف متلفعة مستفيدة من بقاء هذا الحال لا تريد تغيير هذا الحال ولذلك تريد أن تبقى المعادلة كما هي معادلة متحكم بها معادلة يعني ولذلك يعني مؤسف جدا أنك تشوف حجم العبث اللي بيجري في البلد ايش اللي جرى في انتخابات 2020 تزوير فاضح تزوير وتدخل غير مسبوق ومش بس تجاه المعارضة مش بس اسلاميين مع انه احنا مستهدفين دائما في كل الانتخابات وتحجم ادوارنا واصواتنا ومقاعدنا والى اخره، لكن اليوم حتى حتى بسمى يعني اذا جاز تعبير اذا جاز تعبير كلمه موالاه لأن في النهايه البلد كلها الناس حريصه على استقرار النظام السياسي، لكن نتكلم اذا جاز تعبير في التقسيم حتى الم... ما يسمى لما اجى امر غيروا الوجوه غيرنا 100 واحد فدخلنا في ازمه مع مختلف قطاعات المجتمع لانه في النهايه اليوم ليش شلت هذا وليش جبت هذا ما, ما حدا بيعرف ذكرت القوى المحليه التي لا تريد الاصلاح وتسعى الى ابقاء الوضع على ما هو عليه، من هي الاطراف الاقليميه التي يمكن ان تكون لها مصلحه ايضا ببقاء الامور على ما هي عليه وعدم الذهاب نحو الاصلاح؟ هناك الحقيقه دول واضحه اليوم في الاقليم كان الدور لها في 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 القضاء على الربيع العربي وعلى مسار الاصلاح السياسي في المنطقه هذه الدول لا تريد ان ترى ادوار للشعوب في فيها لانها اصلا تحكم حكما مطلقا ولذلك احنا لا نريد ان نتسنم نفس النموذج احنا لما انشئ دستور البلاد عام 52 ترك هامش الشعب قال النظام الحكم نيابي ملكي وراثي وحط نموذج الدور الشعب في الحكم ولذلك النيابه اساسي في 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 حكم البلاد. اليوم في ناس اطراف لا تريد لا نيابه ولا غيرها، احنا ما بنقدر يصير الملك رئيس للسلطه التنفيذيه ويصبح هو في مواجهه الشارع والمجتمع، لما وضع دستور عام 52 وضع انه الملك يحكم من خلال وزرائه، مع انه هو رئيس السلطه التنفيذيه ولكن يحكم من وتوجيهات الملك وطلباته الشفويه والخطيه لا تعفي الوزير ولا رئيس الوزراء من المسؤوليه. ولذلك بنقول لازم تكون هذه الحكومه صاحبه ولايه عامه، اليوم في ناس اطراف اقليميه لا تريد ان ترى في الاردن اللي هو دوله ملكيه وراثيه وفيها نظام ملكي انه يكون فيها هامش ديمقراطيه حقيقيه لانه هذا يحرج هذه الدول وهناك اطراف دوليه ايضا وعلى رأس الولايات المتحده على وجه الخصوص، لا تريد ايضا ديمقراطيه في الاردن بجوار الكيان الصهيوني، لانه ديمقراطية في الاردن وحكم الشعب في الاردن ودور الشعب في الاردن الحقيقة سيكون في مواجهة كل هذه الموجة التطبيعية وكل هذه العلاقات الآثمة مع هذا الكيان وكل هذا النموذج في هذا العلاقة مع هذا الكيان لأنه في النهاية الشعب الأردني بالإجماع يرفض هذا الكيان ويجعله عدوه الأول ولذلك هذه الأطراف كلها لا تريد إصلاحا ولذلك كل ما تقدمنا خطوة للأمام خطوة بنرجع ثلاث خطوات ولا وراء يعني الناس تفاءلت قليلا وتفاءلت كثيرا انه يعني ممكن يكون في يعني نموذج لحكومات حزبيه ول وبعدين اجى النموذج الحقيقه شفنا ثلاث يعني كان يعني كان هناك هذا النموذج اللي شفناه في انه يعني سواء في التعديلات او في التد... او في المناخ الذي صنع مناخ سلبي اذا انت بتقول شباب ومش عارف ايش و... وبنلتقي بطلاب الجامعات ويلا وتتفاعلوا وتدخلوا بالاحزاب وعند وب... اول فعاليه للشباب للشباب في المعتقلات كيف تقول لي بكره تعال ادخلوا الشباب الجامعة ادخلوا في الاحزاب اي حياه حزبيه بتتحدث عنها طيب تحفظاتكم على التعديلات الدستوريه التي اضافتها الحكومه قبل ان ننتقل الى ملفات اخرى وملفاتنا في هذه الحلقه كثيره يعني هل هي متعلقه بمجلس الامن الوطني الحقيقه احنا عندنا عده يعني عده تحفظات على ما جرى بما فيه جاء من تحديث المنظومه السياسيه في يتعلق بتحديث المنظومة السياسية أخطر ما في ورد منها من تعديلات ما يتعلق بالمادة السادسة المتعلقة بالتمييز وهذه القصة متعلقة يعني هم أضافوها بحجة أنه بضغط من النسويات وضغط من جهات التمويل الخارجي لموضوع النسوي في الأردن والحقيقه القصه فيها جزء منها لغو يعني لغو دستوري عندما قال الاردنيون والاردنيات وهي القصه الاردنيه لما تقول الاردنيون في الدستور يعني الاردنيون والاردنيات ولا تحتاج الى هذا اللغو ولكن لما تضيف كلمه تمييز هذه تفتح افق ويعني واسع على تعديلات متعلقه ب بتشريعات مرتبطة بالشريعة كموضوع قانون الأحوال الشخصية أو أشياء أخرى وهذا البلد دولة, دولة دينها الإسلام ولذلك هذه التعديلات التي جرت في هذه المادة تتعارض مع المادة الدستورية دين الدولة الإسلام وأيضا مواد أخرى في الدستور القضية الثانية الحقيقة الخطيرة اللي هي ما أضافت الحكومة ما أضافت الحكومة كما قلت غير الوجه الدستوري وانقلب على و... على شكل النظام السياسي في الاردن، النظام السياسي في الاردن ملكي دستوري وحتى لو كان لم يكن تطبيقه فعليا كما يعني يريد الناس ملكيا دستوريا بالاعتداء على 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 ركن النيابه وبالعبث والتزوير والقوانين، لكنه في النهايه هكذا شكل، لكن ان تدستر ملكيه مطلقه هذا الحقيقه امر خطير. وليس في مصلحة النظام السياسي قبل أن يكون كمان في مصلحة الشعب ليش؟ ليش مش في مصلحة النظام لأن السياسي؟ لأن الحقيقة كما قلت أن تجعل الملك اليوم في مواجهة النظام اليوم لما بيخطئ وزير بنحاسبه هو لما بتخطئ الحكومة بنحاسب الحكومة لكن عندما يعني الآن يكون الملك هو رئيس سلطة تنفيذية وهو صاحب القرار ومواجهة الناس الناس يتهمون الملك أنه هو يعني بهذا وهذا سيهز العرش وسيهز الاستقرار السياسي في البلاد وهذا لذلك ليس في مصلحه النظام السياسي ولا في مصلحه الشعب الاردني. نعم، سوف نكمل هذا الحوار ولكن ابقوا مشاهدينا معنا بعد هذا الفاصل لمتابعه كذلك عدد من المحاور، سوف نتطرق الى اعلان النوايا وسوف نتطرق الى مجمل الحاله السياسيه كذلك، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقه الخاصه من استوديو اليرموك التي نستضيف فيها الامين العام لحزب جبهه العمل الاسلامي المهندس مراد العضالي. ابو محمد اهلا بك مجددا. بالانتقال الى ملف وقضيه التي ربما اثارت الشارع الاردني مؤخرا قصه اتفاقيه اعلان النوايا. كنا قد تكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن موضوع الضغوط الخارجيه ويعني ان هناك ربما ان قوى اقليميه لا تريد ذهبنا نحو الإصلاح ولكن هل تعتقد بأن هذا الملف تحديدا موضوع اتفاق النوايا هل له سياقات داخلية متعلقة بأنه هناك شح بالمياه هناك أزمة مياه أم أن الموضوع يأتي في سياق سياسي وضغوطات خارجية يعني لا شك أنه هذا الاتفاقية خطيرة جدا وخطورتها الحقيقة اليوم ترهن سيادة الأردن للكيان الصهيوني والقصه لما بتتكلم عن سياده ببطل فيها القصه يعني موضوع حاجات ومش حاجات وم... لا القصه بتصير في خطوره على البلد اليوم انا اذا بدي ارهن سياده الاردن لصالح هذا الكيان الغاصب اللي احنا جربوه السياسيين مش احنا احنا ما, ما لا نؤمن باي علاقه مع الكيان الصهيوني لكن اللي اللي مشوا مسار اوسلو بدر... ووادي عربه وغيرها ايش النتيجه؟ شو جابت لنا وادي عربه؟ شو جابت لنا غير الفقر؟ وايش جابت لنا غير البطاله؟ وشو جابت لنا غير حاله الضياع اللي احنا شايفينها؟ احنا من وادي عربه اليوم بيتم تفكيك مؤسسات المجتمع الاردني والدوله الاقتصاديه والاجتماعيه واليوم حتى على المجتمع الهجمه. اليوم هذه القصه خطورتها الحقيقه انها بتمس قطاع مهم في الدوله مم. اللي هو قطاع المياه والكهرباء. اليوم مم. انا ابدأ احطه هذا بيد اليهود احطه بعلاقته انا اروح ابني مستوطنه بكره هاي المزرعه بده بدها خبراء اسرائيليين وبدها وجود ومش عارف ايش ايش يعني أنا؟ هذا هذا حقيقه لا لا حاجه لنا فيه ثم انه البدائل الاردنيه موجوده في قصه المياه لا حاجه لنا ابدا في هذه الاتفاقيه يعني اليوم فقط اتفاق الناقل الوطني او ما يسمى تحليه مياه العقبه بتجيب 350 مليون متر مكعب مياه تفضل اشتغلوا ليش من سنوات انت ما تشتغلوا هذا احنا من سنوات لما كانوا يتكلموا عن نقل البحرين كنا نقول لهم يا عم لا بدنا اسرائيل ولا بدنا الشراكه معها، ابني مشروعك لحالك، مم. سيبك من هذا الكيان. هذا الكيان لا يريد هذا المشروع لانه عنده مشروع اخر اللي هو قناه البحر قناه البحر المتوسط البحر الميت، وذاك هو ما ما قبل بهذا المشروع. مم. اليوم الحقيقه مصلحتنا ليس في هذا، ثم عندنا بدائل اخرى، احنا أخنا اخي عندنا بحر مياه الاردن. احنا سد الح... يعني حوض الحماد في شمال المملكه احنا بناخذ منه يمكن اقل من 100 مليون متر مكعب في حين جارتنا السعوديه بتستفيد منه ب... بمئات الم... يعني شركه واحده في السعوديه تسحب من حوض الحماد 700 مليون متر مكعب من المياه شركه زراعيه اليوم عندنا حوض الديسي في الجنوب الحقيقه في 100 خيار وخيار بما فيها كما قلت مشروع تحليه المياه في العقبه وغيرها من المشاريع المشكله مشكله اداره، المشكله هناك تخريب لهذا المشروع، هناك شيء مقصود ولذلك نحن نعتقد انه الذي جرى للشذوذ هي عمليه شيء متعمد تعطيش الناس مشان الناس يقولوا اه والله محتاجين طيب خلينا من... احنا والله ملزوزين واحنا مضطرين نروح للكيان الصهيوني، لا احنا مش محتاجين الكيان الصهيوني، هذا كيان غاصب، هذا كيان اعتدى على على بلادنا وهو عدونا اللدود، وهذا بيننا وبينه دم، شهداء وبينه وبينه لا زال قضايا ثم ماذا استفاد الاردن؟ هل رجعت المقدسات؟ هل رجعوا اللاجئين؟ على ارض الاردن نصف اللاجئين في الفلسطين في العالم على ارض الاردن، هل رجعوا اللاجئين؟ هل رجعت القدس والمقدسات؟ هل احترم الوصايا على المقدسات؟ هل الحقيقه احترم المواطن الاردني؟ دائما كم كم حادث لمقتل يعني سواء القاضي زعيتر ولا الشباب اللي قتلوا في السبارة ولا غيرهم، هذا الحقيقه العدو لا لا ذمه له ولا ولذلك الحقيقه انه ارهن سياده الاردن لهذا ولذلك الغضبه الاردنيه يعني كبيره والاردنيين بطبيعتهم رافضين للتطبيع ولذلك الاردنيين كان شعارهم بوضوح ان هذا التطبيع خيانه قبل ان نذهب الى الحراك الرافض لهذه الاتفاقيه يعني انت اشرت الى ازمه اداره هذا في الشان في البعد الداخلي ولكن ايضا يبدو ان هناك ابو محمد في البعد الخارجي ايضا هناك اسباب يعني احنا شايفين اليوم اسرائيل في ظل حاله السيول السياسيه التي تعيش في المنطقه تحاول ان تدخل الى النظام العربي الرسمي اسرائيل اليوم في المغرب اسرائيل اليوم في في السودان اسرائيل تحاول ان تعبس في كل المنطقه هل ثمه ابعاد ايضا خارجيه ضغوطات تمارس علينا لتمرير بعض الاجندات وبعدين كانت الدولة تقولنا بانه نحن ضد صفقه القرن ولم نشارك او كانت مستوى التمثيل في مؤتمر بحرين الاقتصادي طب الان يعني نعيد الكرة مره اخرى نحن صحيح. ندخل يعني من بوابات اخرى وناتي بدوله العدو الينا هل هناك ضغوطات خارجيه طبعا يعني الان لما بتيجي دولة الامارات بتروح بتمول مشروع اللي هو هذا المشروع مشروع الكهرباء مقابل الماء طب تتفضل الامارات تروح تمول لنا مشروع تحليه مياه العقبه لصالح الاردن ليش تروح تمول لصالح اسرائيل ليش للعدو ليش مصره ان تربطنا بالكيان الصهيوني لماذا تصر انه التمويل تبعها فقط اذا اذا كان هذا المشروع لصالح الكيان الصهيوني اذا كانت حريصه على استقرار الاردن تروح تمول مشروع يعني الناقل الوطني ومشروع تحليه مياه العقبه اللي بده 2 مليار تقريبا تفضل الامارات وتستثمر فيه ونحن بنرحب بالاستثمارات الاماراتيه في هذا المجال لصالح الاردن وليس لصالح المشروع الصهيوني، اما الحقيقه الاصرار على مشاريع تطبيعيه هو تطبيق لصفقه القرن، الحقيقه صفقه القرن رفضناها علنا في أيام في في ايام ترامب ورفضنا مخرجاتها السياسيه، واليوم احنا بنطبقها على الواقع. مشروع الماء مقابل الكهرباء هو مشروع تطبيعي هو مشروع من مشاريع صفقة القرن ومشروع مشاريع صفقة القرن أصلا إيش هو إنه ما في مشروع سياسي ما في حل سياسي لا في دولتين إحنا طنارنا بنركض وبنعلن إحنا ما حل الدولتين ماذا بقي من حل الدولتين لا شيء ماذا بقي من حل الدولتين حتى في عهد بايدن ماذا قدم لحل الدولتين ولا حتى مجرد مشروع سياسي، ليس هناك حديث عن حل الدولتين، لانه انتهى حل الدولتين، ما بقي ارض يعيدوها للإسرائيليين للفلسطينيين، ما بقي ارض فلسطينيه يعيدوها، ولذلك الحقيقه هذا هذا الاوهام وهذا الاحلام وهذا الكذا انتهت، ولذلك ما في حلول سياسيه، اذا اذا لماذا تقدم مشاريع اقتصاديه؟ لماذا تقدم؟ لماذا تقدم هذه العروض لصالح الكيان الصهيوني؟ لماذا هذا التطبيع المجاني بدون سبب؟ حتى مجرد بما كنتم تتحدثون عنه ونحن لا نؤمن به. بما, يتقل... بما يتعلق بحل الدولتين او مشروع حل الدولتين، اين هو؟ حتى مجرد يعني اذا جاز التعبير اثمان سياسيه لصالح القضيه ولصالح الاردن ليس هناك شيء، واذا لماذا هذا التطبيع المجاني؟ لماذا هذه الهرولة باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ لماذا الاتفاقيه الزراعيه التي وقعها وزير الزراعه؟ لماذا هذه الهرولة باتجاه الكيان الصهيوني؟ وهل... شيء مختلف عن نتنياهو ولا كان وزير في حكومه نتنياهو وكان جزء من حزب الليكود وكان جزء من اليمين المتطرف وهو من يؤمن بان الاردن هو الوطن البديل وقبل ايام كان وزير الاستخبارات السابق في الكنيسة وهو عضو الكنيسة من حزب الليكود يتكلم عن الاردن انه هو الدوله الفلسطينيه وهو الوطن البديل هؤلاء اي 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 سلام معهم اي علاقات معهم اي تطبيع معهم طيب اذا 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 هذا الموقف وانت عارف يعني ان الشعب الاردني باغلبه رافض لهذه الاتفاقيه وهذا ما شهدناه من خلال حتى على مستوى يعني من لم يعارض في الشارع وينزل الى المسيرات والمظاهرات الرافضه لهذه الاتفاقيه عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بل انه اليوم حتى رجالات الدوله قاعدين بينتقدوا هذه الاتفاقيه بصوره او باخرى، لكن دعني اسالك بكل صراحه يا ابو محمد، في ناس بتقول لك يا عم انتم كل مره بتيجي اتفاقيه غاز بتقولوا احنا ضد اتفاقية الغاز اتفاقية سابقا وادي عربة احنا ضد اتفاقية وادي عربة ما الذي نملك فعليا من أدوات وأوراق قوة يمكننا من خلالها أن نجابه مثل هذه الاتفاقيات وأن نرفضها وأن تعطي الأردن إمكانية لأن يناور سياسيا يعني أول شيء الحقيقة موقف الشارع الأردني الحقيقة موقف يقدر ويجب أن نشكر الشعب الأردني هذا الشعب الأردني الأصيل اللي بأكد دائما في كل محطة أنه لا يمكن أن يقبل بهذا الكيان بل لا يقبل بأي علاقة مع هذا الكيان ولو حتى لو كان حتى لو فيها مصاحبة حقيقة الأردنيين لا يقبلون بعلاقة مع هذا الكيان الغاصب اللي اقتصب أرضنا في فلسطين ويطالب الشعب الأردني بتحرير فلسطين ومقدساتنا وذلك هذا هذه قصة مهمة وذلك يعبر الشعب الأردني في كل المحطات دائماً سواء في سيف القدس وأي معركة وأي حتى حدث دائما بمواقف مشرفة ترفع الرأس وبتأكد الأردنيين موحدين موحدين تماما في رفض هذا العلاقة مع الكيان ويعتبرون هذا التطبيع خيانة وهذا قصة مهمة أما الحقيقة على المستوى الرسمي السياسي أول حاجة الحقيقة أنه الحكومة اللي بدها تتخذ موقف في تقول لا لأمريكا هل بنقدر نقول لا لامريكا؟ اه بنقدر نقول لا لامريكا. كيف؟ طيب انا بدي اقول لك النظام السياسي في الاردن، مم. مش هو نفسه اللي كان يقول انا رافض صفقه القرن مم. وتحمل ضغوطات خلال اربع سنوات اللي في حكم ترامب مم. من من حصار سياسي واقتصادي عليه، حصل ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ وانقطعت العلاقه تماما مع الكيان على المستوى السياسي على الاقل، وايضا مع وكذلك. وكثير من الدول مم. العربيه المجاوره اللي كانت تضغط على الاردن اقتصاديا وسياسيا في بسبب موقفه وتضغط عليه حتى في موضوع الوصايا. اذا الاردن قادر, قادر الاردن وحتى الاردن محمد وحتى في التسعين في حرب العراق يعني نعم. الغزو الامريكي المريكية. والضربات نعم. العسكريه رفضنا هذا الموقف ما مش بس رفضنا الحقيقه الاردن رفض ان يكون في حفر الباطن رغم انه دول كبرى عربيه مصر وسوريا كانت في حفر الباطن مع مع كل دول الخليج السته كانوا كلهم في حفر الباطن مع ثلاثين دوله اوروبيه ولكن التكع على الشعب ولذلك اليوم بنقول اذا بدنا نقوي الدوله في مواجهه الضغوط الامريكيه ومواجهة الضغوط الخارجيه ما ان خيار الا خيار اصلاح ما ان خيار الا ان نقوي خيار الشعب الاردني كيف يكون خيار الشعب الاردني عبر برلمانه بحيث يكون هذا البرلمان تعبير صادق عن عن نوايا ورغبات الشعب الاردني اما الحقيقه احنا بنضعف الشعب الاردني فبنضعف معه وبتضعف الدوله معه لما بنضعف مؤسسات المجتمع المدني بنضعف الدوله لما بنضعف البرلمان بنضعف الدوله مش بنضعف فقط المعارضه، احنا بنضعف الدوله الاردنيه اللي بتكون قادره على مواجهه هذه الضغوط، الشعب الاردني تحمل في فتره ازمه الخليج عام 91 لما صار حصار العقبه انه يروح للبنزين يوم فردي ويوم زوجي السيارات، وتحمل الحصار اللي تم بما بمنع المحروقات على الاردن، اليوم الاردن نعم. الاردن يستطيع ان يقول نعم لا، لكن هذا يحتاج الى الى برنامج عمل على المستوى السياسي والرسمي وان يتكئ النظام على شعبه اذا اتكى على شعبه ستجد شعبه مستعد للتضحيه في مواجهه هذه الضغوطات اما الحقيقه انه احنا نسلم ارادتنا ونسلم مستقبلنا ومستقبلنا السياسي ومن قال انه الحقيقه انه اذا رحنا طبعنا مع اليهود انه انه هذا استقرار سياسي للدوله او حتى للنظام السياسي انا بدي اقول لك يا حاتم والله ما واحد الحقيقه تعامل مع هؤلاء الا كانت النتيجه سلبيه وعند النماذج مبارك من عنده طلعت سيفي نيفني تعلن الحرب على غزه عام 2008 م. وشو النتيجه؟ سقط مبارك ورفعوا الغطاء عنه الامريكان الامريكان لا صديق لهم على راي ضياء الحق يعني رحمه الله رئيس الوزراء الباكستاني كان يقول التعامل مع امريكا زي اللي بيشتغل مع عامل الفحم اخرته يا بتسود وجهه يعني يا بيطلع ما بيطلعش الا الوجه وهذا هذا النتيجه الحتميه في العلاقه مع مع الولايات المتحده ولذلك اليوم احنا قاعدين مسلمين اقتصادنا وحياتنا وكذا مع الولايات المتحده اذا لابد من سياسه اعتماد على الذات وبدء سياسه اقتصاديه حقيقيه مش اقتصاد انتاج مش اقتصاد عايش على على المساعدات والشحده والاردن في امكانات وفي مقدرات والله قوى البشريه لحالها كافية إنها تصنع شيء لصالح الأردن، أقول لك اليوم مشاريع ما يسمى وادي السيليكون والمشاريع يعني الذكاء الاصطناعي، و... طب هذا هذا شبابنا يبدعوا فيه، طب وين وين البيئه والمناخ الذي يستطيع الشباب يعملوا فيه وين هذه الملاخات التي يستطيع الشباب الاردني ليش الشاب الاردني بيطلع من هون ما دور ولا وظيفه ولا عمل ولا ولا ادوار وبرطلع على دوله خليجيه بصير عنوان في العمل بروح على الولايات المتحده بكون احد علماء تلك البلاد بروح على بريطانيا أو اوروبا عناوين الاردن حيث ما حلوا طب هذه الطاقات لماذا لا تستثمر في هذا البلد هذه المعادن هذا هذا هذه الخيرات هذا البلد اما اذا المطلوب ان يبقى البلد ضعيف مشان يعني ايضا يظل قراره مرهون وسيادته مرهونه فهذا الحقيقه الامر لا يقبله الاردنيون نعم طيب الان شاركتم في الملتقى الوطني لدعم المقاومه يعني كجزء منه ما رسالتكم في هذا الملتقى الحقيقه نحن قبل سنتين انشانا ما يسمى التحالف الوطني مجابهة صفقه القرن ولكن الحقيقه بعد سيف القدس كان هناك معطيات جديده. هذه المعطيات بتاكد انه اليوم ان دعم الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته هي عنوان التحرير في المرحله الجايه. هذا الـ هذا الـ هذا العنوان الحقيقه مهم ومهم جدا لانه نتكلم اليوم قبل سيف القدس لا شك احنا على الاقل كاسلاميين نؤمن بتحرير فلسطين، مؤمنين فيها ايمان عقدي وليس يعني ليس لا يقبل الشك ولا ولا لكن اليوم حتى العلماني وحتى ال... الذي كان يوم باوسلو اليوم يدرك ان امر تحرير فلسطين بات امرا واقعا ولذلك اليوم الشعار يجب ان يكون تحرير بيت المقدس وتحرير فلسطين وعنوان هذا التحرير هذه المقاومه ومن هنا اليوم كان هذا الملتقى عنوانه الملتقى الوطني لدعم المقاومه وحمايه الوطن ودعم المقاومه اليوم هو لحمايه الاردن اليوم اذا بدنا نوقف هذا المشروع الصهيوني عن هذا التمدد وهذا هذا البعد باكد ضعفه اليوم اللي بدهم يستندوا على اسرائيل بنقول لهم اسرائيل مش قادره على غزه اللي قاعدين فكروا حالها بديل على عن الولايات المتحده الولايات المتحده اليوم تخرج من منطقه اخي حاتم لمواجهه التنافس مع الصين وبدها تصنع من اسرائيل دوله عظمى في المنطقه وهي الحاكم بامر الله وهي التي تحكم في المنطقه ولذلك هي تريد مشاريع تطبيعية وعلاقات وخلص وتصبح إسرائيل هي يعني عنوان ومحور الغرب في المنطقة وهي رأس هذا المحور اليوم هذه إسرائيل بنقولهم اللي بتكون تستندوا عليها اليوم مش قادرة على صواريخ غزة اليوم فاشلة في أن تواجه مشروع مقاومة بتصنع بأيديها سلاحها وهي محاصرة 360 كيلو متر مربع اليوم قاعدة بتخلي إسرائيل توقف على رجليها وبتخلي اسرائيل وكل شعبها واقف لساعات تحت لايام وايام طويله واسابيع في الملاجئ هذا المقام اليوم هي السند الحقيقي هي اللي يجب ان تدعم وهي يجب ان تقف معها ولذلك كان هذا هذه الفكره وذاك اليوم هذا الملتقى بضم عدد من الاحزاب السياسيه وللأمانة الحقيقه ايضا كان عنوان لتوحد بعد قطيعة اليوم هذا هذا الملتقى في قوى قوميه ويساريه واسلاميه ووطنيه وأيضا شخصيات وطنية ونقابية وهذا الحقيقة عنوان لعودة التوحد وإنه اليوم الأردني مجمعين على دعم هذه المقاومة اليوم لا خلاف بينهم في في هذه القصة ولذلك كان هذا الملتقى وكان هو عنوان التحرك الأخير في الشارع من خلال هذا الملتقى ليجمع هذه القوى الوطنية مرة ثانية على قضية لا يختلف عليها وهي قصة دعم المقاومة والشعب الفلسطيني نعم سوف نتطرق كذلك إلى الحريات العامه والتقارير الدوليه التي تتحدث حول هذا الشان، ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل ابقوا مشاهدينا معنا. اهلا بكم مشاهدينا مجددا. بالانتقال الان الى الشان قضية الحريات العامة حيث لاحظنا مهندس مراد بأنه في يعني بيئة سياسية ربما لم تكن مواتية خصوصا في ظل الحديث عن انفتاح سياسي ومرحلة مقبلة من الانفتاح السياسي اعتقالات للشباب كما تبعنا عندما عارضوا اتفاقية اعلان النوايا وهناك تضييقات في مختلف ومجمل الأصعدة وربما أن التقارير تشير إلى ذلك يعني احنا سنويا هناك تقارير تصدر من مؤسسات حقوقية ودولية تتحدث عن هذا الأمر آخرها يعني مؤشر فريدم هاوس صنف في الأردن بأنه دولة غير حرة بل أنه حتى يعني آخر هذه التقرير كذلك سيفيكاس يقول بأنه غطى 197 دولة صنفنا من ضمنهم على أننا دولة قمعية كيف تقرأ موضوع الحريات العامة في البلد؟ يعني لا شك الحقيقة أخطر ما, ما, في ما يتعلق بإصلاح السياسي ورفع القبض الأمنية. القبض الأمنية اليوم في الأردن تزداد يعني في مساحات يعني تضيق على الناس. اليوم تدخل أمنية في كل صغيرة وكبيرة. لا بكفيها أنها بتدير الوزارات من وراء الستار ولا بكفيها أنها بتدير الأجهزة الحكومية. بل حتى المجتمع المدني، النقابات، والاحزاب، والجمعيات، والمساجد، وخطبه الجمعه، والصغيره، والكبيره، هذا الحقيقه خنق الناس، وهذا الحقيقه اليوم انت لما بتيجي بتحل اكبر نقابه مهنيه في الاردن، واليوم لحد الان بسبب هذا الحل كل التقارير الدوليه ترى يعني واحده من اسباب هذه التقارير اللي هو الموقف من نقابه المعلمين. وبتسجن 1400 معلم العام الماضي في اثناء احداث قصه المعلمين اليوم بيطلعوا الناس الشباب بيطلعوا بتعتقلهم بيروح بقدم حزب لترخيص ل يعني مولد نبوي في مدرج بتوافقش عليه طب هو كيف بدك تشير حياه حزبيه كيف بدك عن حياه حزبيه اذا ما في حريات عامه لا يمكن بيجي الانسان اليوم بتحزب بيروحوا بيستدعوا اقاربه والله ابن عمك بده يتعين تعال استقيم من الحزب مشان شو اسمه هذا ابن اخته ولو ولو حتى لو انا ماشي على الدائره الاولى لسه الواحد يعني حم حتى الدوائر الواسعه من العائله اولاد اختك واولاد اخوانك واولاد عمومتك تحاسب يحاسبون بسبب حزبيتك كيف يعني ايش ايش يعني ايش هي الحياه الحزبيه والحياه السياسيه اذا بدها القبضه الامنيه بهذه الطريقه ولذلك الحقيقه اليوم خطوره وطبعا للاسف انه المشهد اليوم كمان انه صورتنا في العالم صارت صوره سيئه، الاردن دوله مصنفه غير حره، الاردن دوله قمعيه، الاردن دوله سلطويه، هذا تصنيفاتنا اليوم في العالم، ومش بتا... مش في جهه واحده حتى تقول والله هي يعني ممكن تكون والله منحازه ضد الاردن، عشرات الجهات اليوم سواء جهات نقابيه او حقوقيه او سياسيه كلها بتصنف الاردن دوله غير حره او دوله قمعيه وكذا، وهذه الحقيقه ما جاء من فراغ، جاء نتيجه سلوكيات تمارس على الارض، ثمرتها اليوم انه صوره الاردن عم تهتز خارجيا والاخطر من الصوره الخارجيه ما تهمناش الصوره الخارجيه بقدر انه اليوم انه هذا فوق فقر الناس وفوق جوع الناس وفوق عجز الدوله عن حل ازمه أزم... ازمات الناس تضيف عليها خنق الناس وحريه التعبير هذا حقيقة اللي بيجعل ولذلك كم واحد معتقلين على خلفية قانون ما يسمى الجرائم الإلكترونية كم بعشرات مئات من الناس معتقلين مئات من الناس معتقلوا على قاعدة على تغريدة ولا على كلمة ولا هنا ولا هناك وهذا الحقيقة المناخ لا يمكن أن يصنع حياة سياسية ولا حتى حياة اقتصادية لأنه ترى المناخ الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي وحالة الراحة النفسية عند الناس في شيء سيكولوجي عند الناس إذا الناس مرتاحة نفسيا تروح تستثمر شايفين في استقرار كذا بصير في اندفاع للاستثمارات وكذا اليوم الاستثمارات بتطلع من البلد اليوم استثمارات المستثمرين مش الخارجيين ما بيجوش اليوم المستثمر اللي في البلد ابن البلد بيطلع بروح على مصر وعلى تركيا وعلى وعلى دبي وغيرها الوف اليوم الاردنيين اللي قاعدين مقيمين في في تركيا وراحوا نقلوا استثماراتهم على دبي وعلى مصر هذا لا ناتج عن عدم استقرار سياسي على المناخ اللي بتصنعه الدوله الامن بده يتدخل بالاقتصاد بتدخل مع المستثمر عشرات السوريين اللي جاؤوا بعد الازمه السوريه يستثمروا في الاردن خرجوا بسبب الضغط الامني وبدي اقول لك عندنا كان قطاع مهم قطاع اللي هو قطاع السياحه العلاجيه. م. قرار امني قبل خمس ست سنوات في اثناء الازمه انه تقييد قدوم السودانيين واليمنيين والسوريين والليبيين الى الاردن الا موافقة مسبقه قبل ما ياتي. شو انتجت هذه؟ انه هذا القطاع تدمر، خسر اكثر من مليار ونص س... دولار سنويا وراحت وطبعا رجعوا عن هذا القرار الامني. لكن شو النتيجة؟ النتيجة انه هذه الاسواق اللي كانت اسواق يعني للسياحة العلاجية عندنا انتقلت الى اسواق اخرى الى تركيا وغيرها واليوم ما رجع الـ طيب الـ وجد البديل الافضل هذا المشهد السياسي من حيث مراكز صنع القرار، من حيث الحكومة، الاجهزة الرسمية، خلينا نتكلم عن المشهد السياسي من حيث الاحزاب. هناك من يقول بان هذه الاحزاب لا تقدم الا كلاما يعني بيانات تصدرها ولا تمتلك برامج او حلول واقعيه واحنا الان في مرحله مقبله اذا ما تم وصار قانون انتخاب وصار في احزاب وفق اللي قاعدين بيحكوا فيه وقصه 41 مقعد قائمه وطنيه قائمه بدها تكون احزاب ماذا بشان الاحزاب يعني في عندنا 50 حزب هذول وينهم في الشارع الاردني وايضا من ضمنهم الان اكبر الاحزاب وحزب جبهه العمل الاسلامي كما يعرف الجميع، كيف تقرأ الحالة الحزبية؟ يا يعني لا شك الحقيقة الحالة الحزبية ليست مرضية ولكن هناك عاملين يعني في عدة عوامل، العامل الأساسي كما قلت لك المناخ السياسي. إذا في مناخ سياسي الناس بتتحزب ما في مناخ سياسي الناس ما بتتحزب الحقيقة وهذا هذا المتطلب، إثنين في مشاركة حزبية إذا قالوا انتخاب بيسمح بدخول الأحزاب إلى إلى البرلمان مضطرة وبيشاركوا بالحكومات بده يقدم برامج الناس بده يسألوا بحاسبوه لكن هو مغلق أفق الوصول لسدة البرلمان ابتداء أه أه قبل ما يصل حتى لل... أنت لما بتزور انتخابات الدورة الماضية ولا تعطينا حق في الجسم إيش يعني أنت في النهاية إيش بتسوي عند الناس الناس ليش بطلت الناس تروح تصوت ليش التصويت وصل 29% وليش في العاصمة عمان وصل 12% في الدورة الماضية ليش وليش في الحواضر وصل الى هذه النسبه المتدنيه؟ لأنه الناس لا يثقون في افق سياسي ونفس الشيء في الاحزاب، اليوم الاحزاب مع تكرار مطالبه الاصلاح وصلت لمرحله من الطريق مسدود وهذه الازمه لا شك انه في احزاب يعني عندها مشكله اخرى اللي هي الديمقراطيه الداخليه بمعنى لا تنتج قياداتها وبحيث تجدد نفسها لكن بدي اقول لك كحزب الإسلامية هذه القصه مش عندنا اعلنتم عن تعديلات داخليه اكثر من مره احنا الحقيقه اول شيء التطوير في الحزب مستمر واليوم الحقيقه الشباب جزء من قياده الحزب المراه جزء من قياده الحزب القياده التنفيذيه العليا ما بتكلم عن مستوى, مستوى اليوم الشهر. وهذه بتعديلات متجاية اصلا بناء على ال لا طلب المطاركة. ولا قابل التحديث المنظومه السياسيه احنا قبل هذا الشيء لانه هذا حقيقه بنؤمن فيه احنا، احنا بنؤمن بالديمقراطيه الداخليه اكثر من ايمان الناس، احنا اذا ما طبقنا الديمقراطيه على انفسنا ما بنطبقها على الناس، ولذلك احنا التداول السلمي في في الحزب اللي احنا صرنا مغيرين ست امناء عامين من تاسيس الحزب، وهذا الحقيقه هذه طبيعه الحزب مش من والقضيه الثانيه في قضيه البرامج لا احنا مش مامل احنا ما بنحكيش تنظير لا احنا بنقدم رؤى ودراسات احنا لما وقعت ازمه كورونا بداياتها وكانت الحكومه منشغله بكل اجهزتها الجيش والدمنه واداره الازمات والحكومه ومش عارف ايش في قصتين قصه اللي هو سلاسل الغذاء كيف يصل الاكل للناس ومش عارف ايش وكذا والوضع الصحي والوبائي وانه البسوا كمامه وديروا بالكم ونظفوا حالكم كان الحزب يتنبه في الاسبوعين الاولين انه هناك أزمة اقتصادية خانقة جاي وأنت مش منتبهين يا حكومة وراح ندفع ثمنها باهظ وأنه كل يوم إغلاق بيكلفنا 110 مليون دينار وأنه هذا ولذلك قدمنا دراسة اسمها دراسة التعافي الاقتصادي في ثلاثة أربعة بعد أقل من أسبوعين من الإغلاق الشامل اللي كان مفروض على الناس أنه يا حكومة تنبي هذا خطير وهذا الإغلاق راح يؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة وهذا ما توقعنا ولذلك ارتفعت البطالة من 18 إلى 19% إلى إلى 25 في 26% كما توقعنا وارتفعت الأزمات وخرج كثير من ال... وحدثنا عن خطورة القطاع خصوصا القطاعات اللي هي بتشتغل بالميومة وإنه هذا ولا 420 ألف وين بيشتغلوا هذا لما بسكر كل يوم هذا هذا باب رزقه في يوم بيوم بأخذه فالحقيقة لما نبهنا وقدمنا خطة اقتصادية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وبعيدة الأجل حتى ثم الحزب قدم في عام 2014 رؤيته الاقتصادية أردن الغد لخمس سنوات واليوم اليوم أنهى الحزب دراسته الاقتصادية بل رؤيته التنموية وليس الاقتصادية للأردن لعشر سنوات قادمة اللي هي 20 -30 والتي تجعل هناك خطة مكتملة في الأركان لكل القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية كيف يمكن ان يعني يكون الاردن كيف يكون في نمو كيف يكون في وظائف كيف يكون في حل مشكله البطاله وهذا المشروع قدم يعني ما يزيد على 17 يعني قطاع من قطاعات الدوله والمجتمع وفيها 112 مبادره واكثر من 320 مشروع تنموي واقصد لما نقول مشروع لا اقصد انه مشروع صغير انما يعني مشروعات كبرى تعيد انتاج مسار الدوله الى تصبح دوله انتاج بدل ان تكون دوله عايش على المساعدات ودوله رعويه او او, أو غير ذلك وهذا الحقيقه الذي ننظر اليه نحن الحقيقه حزب لديه 26 لجنه متخصصه في الحزب في كل القطاعات لجنه مياه وزراعه ولجنه طاقه ولجنه بيئه ولجنه صحيه ولجنه تعليميه ولجنه تربيه وتعليم وهكذا كل قطاع من القطاعات لدى الحزب لجنه متخصصه وفريق يعني يعمل وفق رؤيه ولذلك لا نحن لا وفيها متخصصين ولكن لا لا, لا 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 نتحدث فقط نظري وانما الحقيقه نقدم رؤى للناس ولا اعتقد فقط افتحوا الافق للعمل السياسي افتحوا للطاقات خليها تشارك في العمل اما اذا ظليت مغلق الافق انت اليوم قاعد تفقد شعبك قاعد شعبك بهاجر ودور على الهجره وين مكان لا. لا حتى على مزبيق تحدثنا عن الابعاد السياسيه والمشهد السياسي ربما تطرقنا كذلك إلى الوضع الاقتصادي في شيء جديد صرنا نشهده في الأردن متعلق بالوضع الاجتماعي نعم. ويبدو أن حالة التفكك السياسية في المنطقة أغرت كثيرا من ممن يملكون أجندات اجتماعية لتمرير بعض هذه الأجندات يعني اليوم إحنا في دول عربية قاعدة بتقلب عطلها وبتخلي يوم الجمعة دوام وسبت أحد عطلة تحدثتم اكثر من مره في بياناتكم عن حمله ممنهجه تستهدف الهويه العربيه والاسلاميه وثقافيه في المجتمع الاردني ما هي هذه الملامح وكيف تقرؤون هذا الامر يعني اول شيء هذه الدوله الاردنيه قامت على شرعيتين قامت على شرعيه الدين بالدساب الاسره الى 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 بيت النبوه وقامت على شرعيه العروبه هذا البلد عربي اسلامي دين الدوله فيه الاسلام والحقيقة احنا ترى دستورنا متقدم في هذه القصة بعض الدول العربية موجود انه الاسلام مصدر من مصادر التشريع اما الاردن دين الدولة الإسلام يعني الدولة هذه دولة اسلامية وذلك محتكمة ومرجعيتها في كل شيء الى الاسلام اليوم هذا المجتمع ايضا مجتمع مسلم محافظ واقول لك مسيحي الاردن ناس محافظين زينا زي عيشتهم زي عيشة الاردنيين مثلهم مثل عيشتنا ولذلك ما في فرق في بين الاردنيين كل الاردنيين يوم يشعرون انه في استهداف للهويه كما استهدف المجتمع وهذا جاي في عده سياقين جاي في السياق ما يسمى التطبيع بعد وادي عربه هناك محاولة لإضعاف المجتمع وتفكيكه والمجتمع اللي ما عنده هوية ما عنده فكر ما عنده التزام هذا مجتمع تايه هذا الحقيقة يسهل ذوبانه في اي مشاريع تطبيعيه واي مشاريع لتغريب المم والقضيه الثانيه ضغوط غربيه واضحه تستهدف الهويه الاسلاميه، هناك تمويل بعشرات الملايين لجمعيات وجهات في داخل الاردن وغيرها تريد تغيير هويه البلد، وبتتبع قاعده بالتفصيل بادق التفاصيل المتعلقه بقوانين البلد، غيروا لنا هاي, ال... 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 هاي الماده في في الماده في قانون الاحوال شخصية وغيروا هذه الماده في قانون العمل، وغيروا هذه الماده مش عارف ايش، ولا لا وهي حقيقة تستهدف هذه التوجهات اثنين الحقيقة المناهج هناك حرب على المناهج حرب حقيقية على مناهج البلد ما ظل مناهج اليوم المناهج لا هوية لها المناهج في الأردن لا هوية لها اليوم ما في أي, أي روح هوية هذه البلد اقرأ الآن يعني أهداف وزارة التربية والتعليم وشوف المناهج اليوم موجوده، والله لا يتحقق منها واحد 1% من من اهداف وزاره التربيه والتعليم اللي بنيت عليها هذه الوزاره. اليوم الحقيقه المناهج لما بيجوا المناهج بـ 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 قبل كان بيحتاج كل كتاب مدرسي يحتاج الى موافقه مجلس التربيه والتعليم. حتى تهربوا من موافقه مجلس التربيه والتعليم صار المنهاج يختصروا منه، يختصروا منه، يشيلوا منه كل ما روح فيه ولذلك بكل كتاب التربية الإسلامية ولا التاريخ ولا اللغة العربية 250 صفحة 300 صفحة ولا هو صاير 80 ولا 90 صفحة شحبت منه أكثر من 150 صفحة اللي هي روح هذا المنهاج اليوم الحقيقة بتم عملية تغريب هذا الف... هذا حالة الهوس بالحفلات التي تفرض على الأردنيين ما ظل طبال ولا زمار في العالم العربي غير جبناه على البلد شو القصة حتى وفي واحد بدهم يجيبوه على على راس السنه هذا اليومين الجايات كان رئيس الوزراء وزير الداخليه السابق وسلام محمد منع دخوله لانه نقابه الفنانين المصريين منعته من من الغناء احنا بدنا نجيبه على الاردن يغني طب بدنا عنا مشان ايش؟ شو هالقصه يعني؟ احنا ناقصنا يعني ايش بسموها مزبزه في الاردن يعني من دون هالشعوب يعني هو احنا فوق فقرنا ونقرنا والبطاله يعني جاي جاي عبالنا كيف يعني شو القصة الحقيقة؟ لا في قصة واضحة وفي الوقت اللي أنت بت بت بتفتح كل ال... كل أبواب لهذه الجهات بتغلق أبواب الفضيلة وبتحارب وبت كل أدوات ال... 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 يعني الأخلاق في البلد بتحاصر مراكز تحفيظ القرآن وبتنتج لها نظام يستهدفها طب يا أخي سووا توازن يا أخي مع أنه لا نقبل هذا هذا بلد مسلم لكن على الأقل ضغطك على 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 ادوات الفضيله على الاقل خفها مشان تتواجه هذه هذه الرذيله انت لما بتصير انتشار المخدرات يعني مثل شربة المي في العام 2020 29,600 شخص الذين قبض عليهم في قضايا المخدرات وفي خمس اخر خمس سنوات 140,000 شخص الذين قبض عليهم في قضايا المخدرات وارتفعت قضايا المخدرات في اخر 10 سنوات 500% شو هذا القصه؟ شو بتفسروا هذا؟ ايش يعني؟ معناته الهوية فعلا في هذا البلد مستهدف، معناته أخلاقنا مستهدفة، معناته بيئتنا مستهدفة، معناته ديننا مستهدف، وبوضوح بنقول إن اليوم يستهدفون إسلامنا. بوضوح وهذا يمسك تصريحات الغربيين، امسك تصريحاتهم، يعني هيك هو غيور على هذا الدين؟ ولذلك اليوم أنا أدعو مش بس ان الحكومه والحكومه يجب ان تقوم بواجبها وتصويق لدستور هذا البلد وتصويق للمجتمع الذي يصرخ ليل نهار وفي نفس الوقت ادعو مجتمعنا، ادعو علمائنا، ادعو الناس، كل مصلح في هذا البلد ان يقوم بدوره في مواجهه هذه الحمله الممنهجه لتغيير هويتنا العربيه الاسلاميه، هذا بلد عربي مسلم، والبلد اللي ما عنده هويه ما اخرته السقوط واخرته بدون نهايه، لانه ما في مجتمع بدون هويه، المجتمع بدون هويه بصير مجتمع مرتزق بصير تبع للي بدفع له قروش احنا مجتمع له هوية وهويته واضحة وعنوانها واضح وهذا الحقيقة اللي, يجب ان يدرك الاردنيين جميعا لا انه في خطر اليوم والخطر يجب ان يتحرك له الجميع كل صاحب خلق في هذا البلد كل صاحب فضيلة كل صاحب دور سواء المربي ولا المعلمين ولا التربويين ولا العلماء ولا الاجتماعيين ولا السياسيين عليهم واجبهم ان يدافعوا عن هوية هذه البلاد بالانتقال مهندس مراد إلى الشأن الفلسطيني والشأن الفلسطيني دائما كما يقال هو شأن داخلي أردني. يعني حتى صبيحة اليوم كان هناك اشتباكات في مدينة جنين، هناك تصاعد للحالة المقاومة حتى المشاعر العربية باتت تتفاعل كثيرا مع هذا الأمر خصوصا بعد معركة سيف القدس. وبالرغم من أنه كان في ردة عن الربيع العربي خصوصا من تلك الأنظمة التي حاولت تطويع حركة الشعوب إلى أن ثمة همزة وصل ما بين المقاومة وما بين الثورات كيف تقرأ المشهد الإقليمي وتحديدا في سياقه الفلسطيني يعني الحقيقة أول شيء إحنا كأردنيين بالنسبة للقضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مصيرية يعني بالنسبة إحنا مصير إحنا والشعب الفلسطيني توأم ولذلك إحنا نشعر بكل هم في القضية الفلسطينية كل يوم حدث في فلسطين كل ما ارتقى شهيد يفتح له بيت في عمان عزاء لأنه إحنا الحقيقة حالة واحدة وصورة واحدة ولذلك الأردنيين بالنسبة لهم هاي قصة يعني قضيتهم الحقيقة هناك تحول هائل يجب أن يدركه الجميع اليوم بعد بعد سيف القدس الشعب الفلسطيني اليوم هو يحمل راية تحرير بلده وبإسناد من أمته وشعوب الأمة الإسلامية والعربية وأحرار العالم اليوم الشعب الفلسطيني بنى معادلة جديدة بعد سيف القدس بنى معادلة هذه المعادلة قائمة على استقلال قراره اليوم المقاومة الفلسطينية هي اللي بتبني بتصنع سلاحها هي بتصنع, دبقاء. هي بتصنع صاروخها وهي بتصنع غواصتها وهي بتصنع المسيرة تاعتها والطائرة تاعتها هذه هذه المقاومة اليوم اليوم ألهمت الشعب الفلسطيني ورأينا في سيف القدس لأول مرة انه كل قطاعات الشعب الفلسطيني دون استثناء كانت جزء من هذه المعركه سواء في الداخل الفلسطيني واقول لك في الداخل مثلا في الداخل كان يشارك مثلا مناطق الجليل والمثلث ويعني في اي حروب الفلسطينيه السابقه يتفاعلوا لكن اليوم كل الفلسطيني في الداخل يتفاعل فيه في في اللد والرمله وحيفا ويافا وعكا والسبع وكل مناطق الوجود الفلسطيني في الداخل اليوم الضفه اللي حاولوا يمرروا عليها ما يسمى السلام الاقتصادي من من سلام فياض وجاي من 15 سنه وجاي انه يمشوا على الضفه الغربيه وحاله التنسيق الامني وصلت الى الى حاله مقرفه الحقيقه اصبحوا جزء من من الاجهزه الاسرائيليه مش بنسقوا مع حابب بكلفوها افعلي كذا او لا تفعلي كذا اليوم هذه الحاله هناك حاله شعور بضروره كنس هذه الحاله ولذلك اليوم حاله الضفه الغربيه اليوم الضفة الغربية تعود إلى دورها ضفة العياش وضفة الاستشهاديين اليوم تعود إلى دورها الحقيقي وبنشوفها قاعد بتسند الحالة في القضية الفلسطينية وبنشوف اليوم كل يوم في عمليات فردية دهس طعن عمليات عسكرية عمل شعبي مقاومة شعبية مقاومة للاستيطان هذا الحقيقة مظاهرات هذا فعل شعبي لا يتوقف وأيضا الحالة في القدس وبيت المقدس ايضا الحقيقه حاله ايضا مشرفه وواضحه، ان اليوم اهل بيت المقدس هم عنوان الدفاع عن المسجد الاقصى، هم عنوان الدفاع عن الرعايه الاردنيه والقداسه، هم عنوان حمايه وسيادتنا في المسجد الاقصى، ولذلك اليوم متوحدين هذا هذه الصوره اليوم يجب ان يدرك الجميع ان هناك معادله جديده. وهذه المعادلة يجب أن يدركها أيضا النظم الرسمية العربية اللي, اللي متهاوية في مواقفها السياسية وبتركض وبتلهث وراء التطبيع بنقولها اليوم تطبيع كل يوم خسران بدون ثمن اليوم إذا أنتم رحتوا القضية حترتفع وأنتم حت... انتوا حتنهاروا ولذلك عليكم أن تؤدوا واجبكم ضريبتكم تجاه القضية الفلسطينية ومن هنا اليوم بنقول تحرير بيت المقدس أصبح أمرا واقعا واليوم بنقول انه المطلوب ان ان الامه تدفع ضريبتها تجاه قضيه فلسطين م. وانا بنا يعني بحكي لكل انسان مو ب... سواء للحركات او للنقابات او الاحزاب اليوم ضريبه فلسطين يجب ان تدفع اليوم الاسره الام يجب ان تقتسم جزء من 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 يعني من دخل الاسره لصالح قضيه فلسطين فلازم فل... ف... كل انسان يتغير مسار حياته ويصبح في الاردن مرابطا لبيت المقدس مرابطا للقضيه الفلسطينيه يصبح رباطا مقدسيا حقيقيا رباط من اجل التحرير وهذا المرابط بده يتغير في عبادته عبادته عباده مرابط وعمله عمل مرابط وسلوكه سلوك مرابط وفي بيته مرابط وفي عمله مرابط احنا المجتمع الاردني اليوم يجب ان يدرك دوره في القضيه الفلسطينيه هذا الشعب اللي اللي توجه بالالاف تجاه الحدود هذا الشعب يجب ان يدرك انه ليست بعيدا أن يأتي اللحظة التي يعني تختلط دماءنا بدماء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين بإذن الله محررين فاتحين لبيت المقدس وما ذلك على, على الله, الله بعزيز سعادة الأمين العام المهندس مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي شكرا جزيلا لك على هذا التطواف في سائر الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنتم مشاهدين إلى هنا أتينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته